بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقه جديده. النهارده الحقيقه هقول لحضراتكم تحذير مهم جدا جدا جدا، ولكن احنا الحمد لله عمرنا ما كان عندنا خبر مسروق من قناه تانية. ولكن انا لما بلاقي ان في معلومه مهمه جدا المفروض توصل لمتابعين قناتي بقول لحضراتكم المعلومه دي احنا جايبينها من قناه كذا، واحقاقا للحق المعلومه اللي هقولها لحضراتكم والتحذير اللي هقولها لحضرتك ده دلوقتي ده احنا واخدينه نقلا عن قناه الخبير الاستاذ عماد فؤاد، هو اللي قال الخبر ده، والحقيقه هو عنده حق في كل كلمه قالها، فانا حبيت انه انقل النصيحه دي لحضراتكم. وطبعا بنشكر استاذ عماد فؤاد. تعالوا بقى مع بعض نشوف ايه هو التحذير، وكمان معانا شهاده ممكن تكون شيء مناسب جدا جدا ومحترم جدا جدا لبعض من حضراتكم، لانه ممكن ان الشهاده دي تديني مبلغ مالي محترم جدا، وممكن ان هي تديني معاش لمده 10 سنوات. طبعا محدش فيكم سمع قبل كده عن حكايه الشهاده اللي بتديني معاش دي، كلنا بنعرف الشهاده اللي بحطها واخد فايده عليها وبعد كده اسحب الشهاده بتاعتي، ولكن بيكون ليها استثناءات هقولها لحضراتكم دلوقتي. تعالوا بقى مع بعض نشوف ايه هي الحكايه، ولكن يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم من كل جديد. التحذير في الاول، وده لكل عملاء البنوك المصريه، بيقول لحضرتك اسحب فلوسك فورا. يعني ايه اسحب فلوسي فورا؟ قول لحضرتك بمنتهى البساطة ان الناس اللي الحساب بتاعها اللي هو حساب التوفير، يعني لحد ما المبلغ اللي فيه مبلغ بسيط، كل اللي تحت الالفين جنيه هينطبق عليه اللي هقوله لحضرتك دلوقتي. مع حضرتك الف جنيه او الفين جنيه في الحساب، طبعا كلنا عارفين ان المصروفات السنوية او الادارية اصلا بتزيد دايما عن المبلغ المية وخمسين جنيه تقريبا كمصروفات ادارية، سواء مصروفات ادارية او مصروفات كشف الحساب اللي بيجي بيترمل عند حضرتك تحت الباب، واللي برضو قلنا قبل كده كتير يا ريت حضراتكم تروحوا الى البنك او تغيروها من خلال الابليكيشن. وبتمنى انه حضراتكم تاخدوا بالكم من النصيحة دي، لانه انا عملت فيديو مخصوص عن الموضوع ده قبل كده. غير كشف الحساب الورقي وقول له انا محتاج انه يجي لي كشف حساب على الايميل بتاعي، وتفادى دفع ال 150 جنيه كلهم. طيب انا ما عملتش كده، بحضرتك عندك 150 جنيه مصروفات ادارية او مصروفات لكشف الحساب. الألف جنيه بقى اللي محطوطين دول كل شوية هيتسحب منهم، أنا أصلا مش هيجيلي عليهم فايدة، يعني أعتقد ممكن يجيلي فيهم 30 جنيه أو 40 جنيه في السنة كلها، فأنا هيتاخد مني 150 جنيه كل سنة، فتقريبا بعد سنة أو اتنين الألف جنيه ده أصلا ما بيكونش موجود خالص. وإضافة لأستاذ عماد، طبعا بقول لحضرتك إنه كمان الحساب ممكن يبدأ يعد على حضرتك بالماينس. يعني إيه؟ يعني إنه يكون الحساب بتاعي مديون. طيب هتقولي إيه المشكلة؟ ما هو انا مش هروح للبنك ده تاني. هقول لحضرتك لا، ممكن تحتاج للبنك ده في اي حاجه تانيه وترجع له تاني، هتضطر تسدد المديونيه اللي على الحساب بتاعك. طيب انا اعمل ايه؟ اقل من 1000 جنيه، 1000 جنيه، 2000 جنيه، روح اسحب الفلوس واقفل الحساب، اغلق الحساب فورا، اسحب فلوسك واقفل الحساب فورا، ولا هتكون داين ولا مديون. طيب ده الموضوع الاول، والموضوع ده على فكره موضوع مهم جدا جدا، يعني لحد ما ال 1000 جنيه ممكن يكون ما بقالهمش قيمه، بس ليه اصلا اخسرهم او ال 2000 جنيه اخسرهم لصالح البنك؟ ما ممكن انا اقضي بيهم اي شيء تاني من التزاماتي. الحاجه اللي بعد كده وهي شهاده المعاش. يعني ايه شهاده المعاش؟ الشهاده دي حضرتك بتقدر تشتريها من اربع بنوك مصريه، وده اصدار بالتعاون، يعني الشهاده دي بيتم اصدارها بالتعاون بين شركات التامين الخاصه والبنوك المصريه زي البنك الاهلي وبنك مصر والقاهره والبنك الزراعي. تقدر تشتري الشهاده دي بنوعين، اما تشتريها بال 500 جنيه وده حد ادنى، وحد اقصى ليها 2500 جنيه، يعني اقدر اشتريها ب 500، ب 1000، ب 1500، ب 2000، حد اقصى 2500. يعني اشتري شهاده واحده ب 500 جنيه او اشتري خمس شهادات ب 2500 جنيه. مين اللي يحق لي شراء الشهاده؟ من اول 18 سنه حتى 59 سنه حضرتك تقدر تشتري الشهاده. الشهادة مدتها 3 سنوات، العائد عليها 16%. هتقولي 16% هو لسه في شهادة 16%؟ هقول لحضرتك دي شهادة يعني مش شهادة طبيعية، أو مش شهادة زي الشهادات اللي احنا نعرفها. هتقولي ليه؟ هقول لحضرتك دلوقتي، في حال وجود صاحب الشهادة، يعني لا قدر الله لم يتوفى في ظل الثلاث سنوات، هيسترد فلوسه بالعائد 16% أيا كان المبلغ، وخلاص خلصنا على كده. طيب لا قدر الله في حالة وفاة صاحب الشهادة، هنا بتعتبر الشهادة شهادة ووثيقة تأمين في نفس الوقت،
يعني بتحل محل وثيقة أي تأمين في نفس الوقت. يعني إيه؟ لا قدر الله في حالة وفاته وفاة طبيعية، بياخدوا الورثة هنا غير المبلغ الأساسي، والستاشر في المية بياخدوا 10,000 جنيه كتعويض من شركة التأمين، وده لما بتكون الوفاة طبيعية. حالة تانية، لا قدر الله في حالة وفاة صاحب الشهادة، ولكن حالة في وفاته في حالة حادث. لو توفى في حادث، لو هو عامل شهادة ب500 جنيه، الورثة بيستلموا 50,000 جنيه. طيب لو عامل شهادة بأزيد من 500 جنيه وحتى 2500 جنيه، الورثة بيستلموا 250,000 جنيه. وهنا للي هيحب يعمل ناصح على البنك، لو لا قدر الله حضرتك عندك أي أمراض مزمنة، بيتم الكشف عن كل الأمراض المزمنة، ولو في لا قدر الله مرض مزمن وحضرتك متقدرش تعمل الشهادة. طيب ده في حال إنه أنا آخد مبلغ متجمد. طيب لو أسرة المتوفي أو لا قدر الله صاحب الشهادة، في حال إنه أهله مش محتاجين لمبلغ متجمد، أنا عاوز آخد معاش، مفيش مشكلة. لو حضرتك كنت حاطط 500 جنيه الورثة ياخدوا معاش 200 جنيه لمدة 5 سنوات، أو 120 جنيه لمدة 10 سنوات. طيب لو حضرتك كنت حاطط 2500 جنيه، هياخدوا معاش 1000 جنيه لمدة 5 سنوات، أو ياخدوا معاش 600 جنيه لمدة 10 سنوات. طبعا في ناس هنا كتيرة جدا ممكن تقول إيه الشهادة الغريبة دي؟ الشهادة الحقيقة مش غريبة ولا حاجة، ممكن يعني الحس الأبوي عند ناس كتير مننا كتير جدا، أو أمهات ممكن يقول إنه أنا ممكن 500 جنيه ملهمش لازمة، بس أنا ممكن أحطهم وبعد كده لو لا قدر الله حصل لي أي شيء، الولاد بيلاقوا أي حاجة حتى لو كانت بسيطة على بال ما يعني يبدأوا يدوروا فرسهم، أو إن هم ما يحتاجوش لحد، أو إن يكون مبلغ يعني كضمان، الضامن هو ربنا سبحانه وتعالى طبعا، بس كتعويض مؤقت وبسرعة بقدر أحصل عليه فورا من البنك، مش زي إنه أنا أروح أدور على معاش أو مكافأة أو أي شيء ممكن أقبضه من الحكومة مثلا. لأ، هنا في لحظتها البنك بيبدأ يصرف لي. لو أنا كنت حاطط 2500 جنيه الحقيقة 2500 جنيه مش مبلغ، بس ولادي من بعدية ممكن يلاقوا 250,000 جنيه فوري في حال الوفاة لا قدر الله، فيعني إلى حد ما بيكون مبلغ محترم ومش وحش، إلى حد ما بيخلي الولاد يقدروا يتحركوا شوية على بال ما يبدأ يدور في ورثه، يعمل إعلام وراثة، يعرف إيه اللي ليه إيه اللي عليه. فإلى حد ما الحقيقة يعني الشهادة حاجة محترمة جدا. طيب أنا ربنا اداني طولة العمر، فباخد فلوسي وباخد عليها العائد 16%، والحقيقة مش هو ده الهدف. الحقيقة الهدف إنه أنا لو حطيت ال 2500 جنيه ممكن أعتبر إن هما مش موجودين أصلا، وأسيبهم دايما موجودين كضمان للولاد أو كشيء من بعدية ولادي ياخدوه يقدروا يتصرفوا في حالة لا قدر الله الوفاة. ممكن تكون الشهادة شيء مناسب جدا 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 لناس كتير جدا من حضراتكم. ساعات لا قدر الله حالة الوفاة بتيجي فجأة، وبيكون في ارتباك ويعني اختلافات، وبيكون في مشاكل في المواريث وحاجات تانية كتيرة جدا جدا، فده بيكون مبلغ فوري بيجيلي يخليني أقدر أتحرك في الحالة اللي أنا فيها. بيتم إصدارها من داخل البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك الزراعي. وكده خلصت تفاصيل حلقتنا، وبتمنى أن يكون الفيديو مفيد لأي حد من حضراتكم قدرتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومة واحدة، وبنتظر من حضراتكم. لو استفدتوا بمعلومة واحدة يا ريت ما تنسوش تضغطوا لايك وشير كتير جدا للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس. إن شاء الله على خير، هنتقابل في فيديو جديد. في أمان الله.